السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم منى من قناه خس النص مع منى وبس. وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسنه سعيده عليكم يا رب، وتكون سنه 2021 بخير يا رب علينا كلنا. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله الفتره دي. طبعا كلكم دلوقتي دخلتوا الفيديو تشوفوا ايه، يعني الفيديو عن ايه، من خاطر الاعلان. لما شفتوا يعني الاعلان بتاع الفيديو، العنوان بتاع الفيديو، الدنيا متربكه معايا والله شويه، فعشان كده ملخبطه برضو شويه. طبعا كلكم داخلين تشوفوا ليه انا كاتبه اخر فيديو ليا. كل الموضوع ان عارفين الفتره دي اللي هو يعني نفسيه مش متظبطه خالص، فعشان كده مش عارفه اكمل في محتوى الدايت. مش يعني انتوا عارفين ان انا دايما اشجعكم ان انا اقول لكم اعملوا كذا واعملوا كذا والكلام ده كله، فلما تيجي كده ساعات لحظات عليك اللي هو انتي حتى نفسك مش قادره تعملي ده ولا قادره تكملي فيه. انا الفتره دي جايه لي جدا، وكنت هقفل القناه خالص، ما كنتش اصلا هكمل خالص على اليوتيوب. بس قلت يعني كلمت كذا حد يعني قريب مني، قال لي طب حاولي ان انتي تعمليها روتينات تحديات. انا لا، موضوع التحديات والكلام ده يعني محمد رافض خالص ان هو يظهر او كده في اليوتيوب، قال لي ده مش مجال بتاعي يعني ان انا اظهر فيه. فالموضوع ده يعني بالنسبه لي مفيش خالص، ما ينفعش. والحاجة التانية اللي هو موضوع الدايت، انا طبعا من 4 سنين تقريبا القناة عاملاها عن الدايت وكده، فالموضوع يعني مش عارفة، تحسه اللي هو مش عايزة اقول زهق، بس مش عارفة اكمل خالص في الموضوع اللي هو مش قصدي اللي هو يعني ايه يعني اوقف دايت ولا الكلام ده كله، لا عادي هستمر في الدايت والكلام ده كله. لا، المحتوى بتاع القناه نفسه، عارفين انتوا بتكونوا شغالين في مكان ويجيلكوا فتره اللي هو انتوا كل يوم بتروحوا نفس المكان، كل يوم تروحوا نفس المكان اللي هو زهقتوا يعني. وفي نفس الوقت برضو حاجه تانية، التفاعل قليل. يعني انا برضو بتعب في التصوير، مش ما بتعبش، لا بتعب في التصوير وبستنى وقت يكون الولاد ناموا عشان اصور، وما اعمل اكل، استنى اما اصوره واقدم كل حاجه بشكل كويس وكده ومونتاج فالموضوع برضو متعب، الموضوع مش سهل خالص. موضوع ان انت تفتحي قناه وتعملي فيديوهات عليها، الموضوع مش سهل يعني. فلما بتلاقي برضو ان الحاجه مش بتديكي التشجيع اللي انت تستحقيه، مش بشكر في نفسي والله ولا حاجه، بس لما بتلاقي حد مثلا بيشجعك انت بتستمري وبتكملي. فحسيت ان الموضوع حتى برضو التفاعل مش قد كده خالص، فدي حاجة تانية برضو مخليني اللي هو مش عايزة اكمل. يعني في قنوات كتيرة جدا اللي عليها سبسكرايب كتير، زي قنوات الطبخ برضو للأسف الناس برضو بقت بتهتم بمحتوى كده معين. انا بحس ان مش الناس الكبيرة اللي بتهتم بالتفاهة، بحس ان اللي هم السن 18 و19 و20 السن ده يعني هو اللي بيحب الحاجات الفكاهية او المضحكة يعني. انما الفيديوهات اللي بيبقى ليها محتوى، بحس ان الناس الكبيرة اللي لها كبير هي اللي بتتفرج على الحاجات دي. انما الحاجات اللي هي بتلاقوها كده بتجيب فيديوهات عالية، طبعا بيبقى السن الصغير هو اللي بيتفرج عليها على فكرة، مش شرط الناس هي كلها اللي بتحب تتفرج على التفاهة، لا طبعا. فهو ده يعني اللي انا كنت عايزه اقوله لكم بصراحه. في اخر يوم في سنه 2020، سنه 2020 لما صدقنا ان هي خلصت اساسا على خير، فانا حبيت ان انا ابدا 2021 بحاجه جديده او حاجه مختلفه. وفي نفس الوقت برضه ممكن اغير اسم القناه، انتوا ده هتعرفوه ان شاء الله يوم 1/1/2021 ان شاء الله. هعمل روتينات، هعمل ايه الكلام ده كله، كل ده ان شاء الله هتعرفوه في الفيديو اللي هو يوم 1 زي ما قلت لكم. انما اخر يوم ده انا حبيت ان انا اتكلم معاكم فيه، وان برضو بحمد ربنا ان في ناس كتير الحمد لله استفادت ولو حاجه صغيره من الفيديوهات اللي كنت بقدمها، والبنات برضو اللي كانوا بيتابعوا معايا، حتى كمان المتابعات. وقفت متابعات لان الحمد لله في بنات الحمد لله خسرت، بس انا وقفت متابعات برضو على الواتس.
حتى الموضوع برضو مش قادرة اكمل فيه يعني. فمش عارفة والله بنبدأ ايه، مش عارفة يعني ايه اللي ممكن يحصل للواحد كده في يوم، ان هو ممكن حاله يتقلب من حال لحال، تفكيره يتقلب من حال لحال. فهو ده اللي حصل معايا، عشان كده مش عارفة، مش لاقيني الايام دي في فيديوهات كل يوم زي الايام اللي فاتت يعني. في اوقات بعمل فيديوهات وبغيب تاني على بال ما بعمل، اللي هو مش قادرة اعمل فيديوهات تاني عن الدايت، لاني عملت كتير واتكلمت على كل حاجة في الدايت في الفترة اللي فاتت دي كلها، فمش عارفة. فانا حبيت ان انا برضو اخد رأيكم، ان انا احاول ان انا اغير في المحتوى شوية. وفي برضو قالولي حاولي ان موضوع الروتينات حلو، البنات بتحبوه، وانتي طالما قناتك مخصصة للبنات والكلام ده كله اعمليه. فلسه والله لحد دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، بس ان شاء الله هعمل يعني الوقت ده، عشان خاطر ننزل لكم فيديو جديد في 1/1/2021، ويا رب تكون سنة حلوة علينا يعني كلنا. وبس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم، مش عايزه كنت تضايقوا مني. وطبعا لو في الفيديوهات اللي هعملها ان شاء الله الفتره الجايه او السنه الجايه اللي هتبدا، هيكون برضو فيها تشجيع، وهيكون فيها وصفات دايت والكلام ده كله، بس مش اللي هو بقى زي ما كنت الفيديوهات اللي انا كنت بعملها، اللي هو كل يوم جيم معين ونظام معين والكلام ده كله، والتزم بيه والتزم بالميزان. لا ده ممكن يعني ايه اغيره شوية. لقيت نفسي لا، اشتقت ان انا ارجع للمحتوى تاني بتاعي، هرجع له طبعا بدون تفكير، هرجع تاني. لقيت نفسي انتوا حبيتوا ان القناة اتغيرت شوية او اتنوعت شوية، هكمل فيه طبعا. انتوا رأيكم يهمني طبعا، لاني انتوا بتتفرجوا عليا مش انا بتفرج على نفسي، انتوا بتتفرجوا عليا، فاكيد انتوا لما هتقولولي لا يا منى اعملي كذا او اعملي كذا، اكيد هاخد برايكم برضو. وانا سالت برضو الناس حواليا يعني قبل ما اخد القرار ده وقبل ما اقول لكم الكلام ده. وبس يعني، ومش عايزه اطول عليكم عشان برضو الناس اللي بتزهق من الفيديوهات الطويله. بس حبيت ان انا اعمل فيديو ده اقول لكم عليه برضو، مش اللي هو ما اغيب خالص وما اقولكوش اي حاجه حتى في اخر يوم في سنه 2020. وعايزه اشكر كل الناس اللي كانت دايما تسال عليا وتخش تسال عليا مخصوص، وبتشجعني وتكتب لي كومنتات حلوه وكل الكلام ده. انتوا ناس حلوه وناس متابعين محترمين، كل اللي عندي على القناه ناس محترمه جدا، وعلى راسي كلامكم ودعواتكم وحبكم لاولادي وكل الكلام ده. وانا بشكركم جدا، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ودايما مبسوطين فرحانين ويسعد قلبكم دايما ويهدي سركم دايما يا رب، ويفرح قلبكم يا رب. هنبدأ سنة 2021 تكون سنة يا رب بكده حلوة وخير علينا يا رب، بدل اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت. فبإذن الله بإذن الله ان شاء الله هتكون سنة حلوة علينا، نتفائلوا خير يعني بإذن الله، وربنا ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله في الأيام الجاية. فاستنوا بقى الفيديوهات اللي جاية، ويعني التغيير ممكن كده حاجات بسيطة يعني، بس هبعد شوية عن محتوى الدايت يعني. هو ده اللي انا بس اللي انا هعمله، ان انا هبعد شوية عن محتوى الدايت، مش هلتزم بمحتوى الدايت زي ما كنت ملتزمة بيه قوي الفترة اللي فاتت. بس وسيبولي بقى كومنتات حلوة زيكم، واشوفكم ان شاء الله بإذن الله السنة الجاية اللي هي بعد بكرة او بكرة. اشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.